دشنت وزارة التعليم والتربية العامة في العام الجديد الدراسي في صنعاء والمحافظات المجاورة، وكانت مدارس عدن ومحافظات أخرى قد فتحت أبوابها قبل أكثر من شهر بالرغم من استمرار القتال. خليل القاهري والتفاصيل. عام دراسي جديد بدأ في صنعاء والمحافظات المجاورة دشنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين. عام تأخر عن موعده المعتاد أكثر من شهرين بسبب الأوضاع الأمنية، يأتي في ظل تحديات كبيرة بسبب حالة النزوح للطلاب والمعلمين خارج المدن وعدم توفر الكتاب المدرسي. مع وقت التعليمي أول شيء طبعا الكتاب المدرسي طيب له أثر كبير في يعني عملية التعليم. الشيء الثاني هو عملية النزوح، نزوح الطلاب، نزوح المدرسين. الطلبة يعودون إلى مدارسهم آملين ألا يكون هذا العام كسابقه الذي توقف في منتصفه بسبب العمليات العسكرية. أتمنى أن هذا العام الدراسي الجديد يكون بعيدا عن المخاطر. العام الدراسي كان قد بدأ في عدن ومحافظات أخرى قبل أكثر من شهر مستبقا الموعد المعلن لبدئه في صنعاء، وهو ما يعكس تباينا في سير عمل وزارة التربية والتعليم في ظل الوضع الراهن ما قد يؤثر على سير العملية التعليمية في البلاد. خليل القاهري، التلفزيون العربي، صنعاء.